الحمد لله الذي أتحف عباده الفضلاء وامتن عليهم فكانوا من أهل الصدق والوفاء، أخلصوا له الدعاء وأثنوا عليه عظيم الثناء، فزادهم سبحانه آلاء فوق آلاء، ونجاهم برحمته من النار دار الشقاء، وأسكنهم فسيح جناته دار النعماء. أشكره تعالى، وهو حسبنا في كل حال وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى، وأقر له بالوحدانية معترفا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الحنفاء والسادة الشرفاء أهل الصدق والوفاء، ومن اتبعهم بإحسان ولآثارهم اقتفى. أما بعد، اشتكت لكم بالله من اخوان ومن خوات، والله اشتكت لكم. اعطيك اياها كاشك بالاخير، بس والله الله يسعدكم ويسعد مساكم يا رب، ويجعل ان شاء الله مستقبلكم اجمل من حاضركم ومن ماضيكم باذن الله. بس حبيت اقول اشتكت لكم لا اكثر ولا اقل. الله يحفظكم بعينه اللي ما تنام، بس هذا اللي عندي جد والله. الله يحفظكم.